هلا بحب احط عليها هيك شويه اورجانو على الوجه. نعم، عشان انا ما حطيت اورجانو ناشف عليها، بس حطيت شويه زعتر فريش مع زعتر خلطة. ناشف. هلا البندوره بشكل عام، اي طبخه بندوره زاكي معها الزعتر الناشف، الزعتر الفريش زاكي معها. تمام، يسلموا ايديك شيف. احنا هيك جهزت معانا اليوم اللي هي مسقعة البتنجان، بس بطريقة مشخصة وطريقة جديدة، او اللي اسمها موساكا على الطريقة اليونانية، من تحت ايدين الشيف المبدع رؤوف قضماني. الان رح نتجه لتحضير الطبق الثاني مباشرة، واللي هو عبارة عن كرات الدجاج بالفستق الحلبي، طبق يقدم في مطعم الشيف رؤوف، اشي خرافي. وشكرا مرة ثانية لانك رح تعطينا الوصفة، لانها عن جد بتجنن. رح ناخذ عن جد تحفة. رح ناخذ مقادير كرات الدجاج بالفستق الحلبي على الشاشة، ورقة وقلم او سكرين شوت عشان تاخذي الوصفة. يلا المقادير على الشاشة. لتحضير كرات، أو خلينا نحكي دجاج بالفستق الحلبي، إحنا بحاجة إلى كيلو من الدجاج المطحون ناعم، نص كيلو من جبنة الشدر الأحمر، 250 جرام من الفستق الحلبي، نص كيلو أرشلة مطحونة، بالإضافة إلى 4 بيض، ملح حسب الرغبة، 4 جرام من الفلفل الأسود، 5 جرام من البابريكا الحلوة مش الحارة يعني، 4 جرام من الزعتر الناشف، و20 جرام من الزعتر الفريش. تمام شيف تفضل. بلش؟ يلا. هلا حطي، أنا بحب الزعتر الفريش، يعني طبقين اليوم حاط زعتر فريش. كثير طيب. هلا أنا الدجاج طاحنه. نعم. على الوش الناعم. نعم. اللي هو المشط الناعم تبع مطحنة اللحم. تبع مطحنة اللحم طاحن الدجاج. بدي أضيف عليها جبنة شدر أحمر. طب خلينا نحكي شيف للمشاهدين، ليش دائما إحنا يعني في مطابخنا، وأنا واحدة يعني منكم، بحب أستخدم الشدر الأحمر مش الأبيض؟ هلأ الشدر الأحمر إنه نفته أسكى من الأبيض. نعم. والزيت اللي فيه دسم. ودسم، والزيت اللي فيه غير عن الشدر الأبيض. هلأ الشدر الأبيض لاحظته حتى لما تحطوه على البرجر ما في عليه، ما بيجي عليه زيت يعني أو دسامة الشدر الأحمر. تمام، أنا بروح على كارفور وبوقف على ثلاجة الدلي وبختار من الألف إلى الياء شو بدك، بتلاقي عندهم تطلب، في عندهم الشدر الأبيض وفي عندهم الشدر الأحمر اللي هو هاد إحنا بنحكي عنه شدر أحمر، فبتقولي له بتقطعي من الدينار للعشرة قديش بدك، بيعبي لك. فلما تروح عند كارفور ما بتغلب شيف، كل شيء موجود. هلا أنا بحط أورجان ناشف على الخلطة على الدجاج، بعد ما حطيت عليه الجبنة وخلطته منيح، بحط عليه زعتر ناشف وملح كمان حسب الرغبة، وكمان رشة فلفل أسود. تمام. وبابريكا حلوة، في ناس بتحب حارة يعني ما عادي يعني أسكى بتكون كمان، بس ناس كمان ما بيحبوا السبايس يكون على الأكل في حرارة أو شيء. هلأ أنا صرت أخلط المزيج مع بعض. نعم. بتحضرها شيف بالمطعم بشكل دوري، في عليها إقبال؟ بتحس إنه إشي يعني مطلوب؟ هلأ هي مطلوبة كتير، وغريب لما تحكي للناس دجاج بالفستق الحلبي، إنه غريبة إنه كيف دجاج بالفستق الحلبي. طب هلا صار عندنا ناس تقبلوا عليه انه هذا شيء غريب، صار الناس عندنا يطلبوا هذا الشيء. احنا صار عندنا جرأة اكثر بدمج الحلو مع المالح مع المكسرات مع الفواكه، يعني صار عندنا جرأة اكبر. طب شوف هلا اذا ما بدي احط فيها فستق حلبي عادي؟ هلا عادي ما بحط فيها فستق حلبي. هلا انا عشان هلا بدي اعملها طبقات، برش عليها رشة طحين عشان يكون عندي الخليط كله هيك متزامد مع بعض، بس هيك رشة صغيرة عشان راح اعملها هلا طبقات. أكثر شيء عجبني بالشيف رؤوف إنه على الفواصل مبسوط على أدوات والست اب تبعها. ما شاء الله عليك. يوم جديد. يعني ما شاء الله ما شاء الله، حسيت حالي بأوتيل واقف مطبخ أوتيل. الخير موجود عندنا وعندكم إن شاء الله، أنا بحاول قدر المستطاع يعني ما أستخدم نفس أدوات كمان العرض. أنا الزعتر بلدي زي ما هو ورق، هيك رشة خفيفة على خلطة الدجاج. نعم. زعتر الورق بيعطي نكهة هيك. كمان مع الدجاج هيك لسعة خفيفة، لسعة خفيفة عشان إذا بدنا نزود رح تعطيها مرار، فنحط إشي خفيف. هلأ هو عندي جاهز، هلأ الخليط جاهز إنه نقدر نعمله بولز. يس. بس بدي أجهز معاكم طريقة البريدينج. بدنا نحكي عربي عشان يعرفوا إحنا إيش بنقول. الإرشلة، الكعك المطحون اللي هو طحين. نعم. وقرشلة. نعم. وبيض. هلأ أنا بحط البيض. تمام. وبحط على البيض شوية حليب. أكيد. بسم الله، بحرارة الغرفة شيف. هلا ليش بنحط الحليب؟ نحن بنحط الحليب عشان ما يكون عندنا هلا البيض لما نحركه ونحط فيه جاج او اي شيء بصير يطلع زي مغط، الحليب بيفصل هذا التمغيط اللي فيه. صحيح. ببطل يعطي عندنا لزوجة البيض كامله، بتفصل.
اذا بس بيض وحليب. بس بيض وحليب. نعم. وهلا انا بحط كمان شويه فلفل اسود على البيض. على البيض. نعم. وشويه ملح ورشه اورجانو هيك زعتر ناشف شوي عشان ياخذ كمان طعم الارشله والكعك المطحون، ياخذ معنا هذا الكعك المطحون اللي هو البانكو اللي حكينا كتير أنا وياكم عنه سابقاً، موجود ومش غالي أبداً. ما في تستخدم أرشلة شفاء؟ هلأ ما في بتستخدم أرشلة، بس أنا بحب هذا ليش؟ عشان لونه بيعطي لونه على الزيت كتير دهبي. منظر كبير. أيوة. دهبي كتير حلو، ما بيعطي هداك كمان زاكي، بس هذا بيعطيك اللون الدهبي الحلو. بس الأرشلة بتغمق بسرعة لأنه هي عبارة عن خبز محمص، فبتاخد لون بسرعة. البانكو مخصص للفيش أند شيبس، ممكن تعمل أصابع دجاج، ممكن تسوي فيها اللي هي خلينا نحكي عثمانية دجاج مثلاً. رح نتابع مع الشيف الآن. هلا أنا لتيت إيدي بطحين. نعم. عشان ما يلزق الدجاج والبهار علي. صحيح. هلا زي ما بنعمل الكبة. الكبة. بس دجاج وبحشيها فستق حلبي. طب إحنا نشتغل شوي شوي عشان الكاميرا تلحق عشان الستات تتابع معنا. كمان شدر. مقطع شدر أنا كمان. طيب. حط إيده بالطحين. أخذ حصة من هلا الدجاج. هلا بنجمع إيده كمان شيف ها. يلا كمان واحد بس شوي شوي لطفاً. أنا لديت إيدي بالطحين. يلا هاي الكاميرا معك خلت تلحق الشغل. بعدين رح نكبس العجين يعني أول خلطة. هلأ لما حطيت إيدي بالطحين ما لزقت على إيدي الدجاج، لو ما بدي أحط طحين رح تلزق على إيدي الدجاج ويصير ملزق على إيدي. صحيح. نعم، زي طريقة الكب اللي بنعملها بالبيت. نعم. بس بدون لحم مفرومة بنحط فزق حلبي. الله عليك. ومكعب من الشدر. مكعب من الشدر الأحمر. يعني منظرها وهي هيك بتشهي. أها. أجهز لك الزيت بتحب؟ يا ريت. يلا بسم الله. طبعا احنا مستخدمين زيت كارفور اليوم، انا بحب استخدمه لانه منتج خفيف كتير، في عنا زيوت بتصير اذا بتلاحظوا بتطلع معاكي رغوه بالقلي، وكتير سيدات راسلوني بهذا الموضوع انه الزيت جديد والمقلايه امورها تمام، طب ليش الزيت بصير بيطلع معاي رغوه؟ سبب وجود الرغوه نوع الزيت، اذا كان دوار شمس او اذا كان زيت اللي هو ذره. تمام، اذا نوع الزيت هو سبب وجود الرغوه بالمقلايه. بدي اقول زيت شيف ايش بتحب هلا؟ انا لقيتها بتحيي. زيت ذره ولا زيت دوار الشمس؟ زيت ذره. ليه؟ انا بحب زيت ذره اكثر عشان ما بيطلع كمان ريحه على الاكل. نعم، بس زيت كارفور زيت دوار هلأ. شمس وما بيطلع ريحه وما ما بيطلع هاي الرغوه السيئه. هلا انا لقيتها بطحين. لكيتها يعني غطيتها بالطحين يعني، لكن نقطتها منيح عشان ما يضل طحين مع البيض وهيك، ف لما يكون زي مغبره تغبير زي ما بقولوها. نعم، غبره تغبير بالطحين. تمام، نزلناها بخليط البيض وبعدين بالبانكو. يا ويلي شو طيبة شو طيبة برمضان بكرة. هالوصفة بتسوى تقولها ذهب على خير إن شاء الله وهدات بال. حتى كمان على بوفيهات، حتى كمان لأفراد العيلة، عزمتي ابنك بنتك جارتك، حلوة يعني مرتبة. زاد عندك صدور دجاج من بعد الشيش مثلا، يعني ما أتوقع إنها مكلفة، بلاش منه الفستق الحلبي عند اللزوم. هلا انا رجعت كمان مره حطيتها بخليط البيض وارجع كمان على الكعك المطحون. ايوه طبقتين عشان تكون طبقتين عشان تعطينا يعني طبقتين هيك بتعطي منظر اروع. نعم، وهي زي ما بقولوها العين اللي بتاكل، فحلو يكون منظرها يكون حلو. قشره بتكون اخمل بتحمل حشوه الدجاج لانه الدجاج ثقيل. نعم معك شف. متابعين احنا بدنا نشوف اذا في اسئله، انا متابعه معاكم اكيد، والكلام الحلو شكرا عليه واصلني. معنا ام تميم متابعه من ليبيا يوميا، شكرا لك يا ام تميم. ام حمزه حتاملي الله يسعد صباح الوطن الجميل واحلى مسقعه خضار بالفرن، سميتها لانها المسقعه هي فقط بالباذنجان. امر شخصي هذا شيء برجع لكم. خليل ابو عرب شمس الاصيل يا مراد لا تنسي كيف نحفظ الزعتر الاخضر. يا جماعه والله انا شك انه في حدا حط شيء هون مراقبه، بكره امبارح فرطته زعتر اخضر بطريقتين وكمان مخلل الباذنجان مع الخضار وراح احسب حسابك بمرتبان خالص. ان شاء الله بيعجبك. هلا انا كنت مجهز شوي من قبل على مدار حطنا الكيلو دجاج، فطلع عندي هاي الكميه. طب هلا شفت الزيت على حراره 170 150 عملتهم. تمام. على منصه درسك بدي افوت ادرس ابني، ايش اعمل فيها؟ اخليها على جنب؟ تحطيها بالثلاجة. بالثلاجة بالثلاجة عادي، بتقعد معنا بالثلاجة 3 ايام كمان يعني. والله. انت قليتي بتقدر تحضريها وتخليها بالبيت عندك لمدة 3 ايام، كل يوم تقلي شوي خصوصا برمضان لما تعمل مقبلات. بس بعد شوي خليهم ياخذوا لنا اياهم على الكاميرا. اذا لمدة 3 ايام بس شايف بدها تغطيهم لانه طبعا ايش بنشاف وبيهرهر
وكمان ممكن الدجاج يفك عن بعضه. فانت غلفيهم حطيهم بهالعلبة طبعا مش فوق بعض اكيد، واحفظيهم بالثلاجة. طب اذا انا بدي اجمدهم للسيدات، سيدات المجتمع المحلي، شوف احنا بنعرف انه في عنا سيدات عندهم مشروع التواصي والانتاج المنزلي، اذا انا حسيت بدها تستفيد من مطبخ يوم جديد بهالوصفة ممكن تستفيد في مجال التواصي. بنقدر نفرزهم، بدي افرزه مثلا بعدين نقدر نفرزهم نحن، بس الافضل انه نفرزهم قبل ما نعملهم بالقرشلة، تكون قرشلة مثلا بيومتها. يعني مثلا انا بفرزهم عادي، بعملها بولز وبفرزها، يعني كرات دجاج. كرات الدجاج بجهزها لما بدي اجي اقليها مثلا قبل بوقت، بعملها بردة عشان في بيض، عشان في بيض. يس تمام. اذا لما بدك تجمديها، بدك تحضري لرمضان تكسبي هالوصفة، جمديها وهي كرات دجاج بالخطوة الاولى. تمام. لما بدك تشتغلي بتنزليها بالبيض، بعدين بانكو، بعدين بيض، بعدين بانكو. تمام هيك. تمام. يلا هلا الزيت على النار، زيت على النار على حراره 150 مش اكثر، ما يكون حامي كثير عشان ما يشعط القرشه اللي هو هذا دجاج من جوا، لازم يكون مستوي. فتكون حراره الزيت عندنا من 140 ل 150 مش اكثر. يعني الست خلي درجه طبعا حراره الزيت تطلع، وبعدين بتوطي على الهدى وبتضلك تقلبي في هالدجاج عشان يستوي. بنرجع بنأكد انه الدجاج ني، اذا لازم يستوي. طيب بدنا نشوف مين معانا كمان. الزيت عندنا جاهز نحن. انا كثير كثير مبسوطه على انكم انتم مبسوطين على الوصفه، يعني الكومنتات ما شاء الله شيء بجنن. الله يعطيكم الف عافيه. محمد المساعي اسم الوصفه، هي عباره عن كرات الدجاج. في شيف عثمانيه الدجاج، عثمانيه الدجاج عجين الكنافه. هاي ما نتعلمها منك هاي، لازم لا شيف حاشاك، اعوذ بالله. انت البركه، انت البركه، بنعمل لهم اياها ان شاء الله. بدهم كعك الشاي مثل اللي بنشتريه من المخابز. حاضر، لا ما بدي اعطيكم انا الوصفه كلام، لازم نعملها امامكم. حاضرين، اهلا وسهلا فيكم. هذا هيك عالي محمد الجندي. هيك عالي. نعم. الزيت عالي. بس هذا كهرباء مش زي اللي عندك بالمطبخ، النار واصله بياخذ وقت، يعني هو لما يكون كهرباء بس. نعم. طيب شوف مين كمان معانا. هيفا ربعي وليث الشمري، بتمنى تسلموا على أختي أم أسامة الحجايا أو أختي آية الحجايا. إحنا بنسلم على التنتين، على آية الحجايا وأم أسامة. صباحكم ورد جميعا. وعبير حداد اعملي لنا الحلبة، بتلاقيها على اليوتيوب لمطبخ يوم جديد، موجودة وكتير طيبة. بس أهم شيء تكون الحلبة سخنة والقطر بارد، أو العكس ما بصيرش الاثنين سخن لأنها رح تعجن معك وتفرط. كمان زهرة الخزامة وكوكي أبو طارق، أحلى شيف رؤوف إن شاء الله، شكله بيعرفك شيف، بسلم عليك. كمان آيات أحمد، عملت البتيفور على طريقتك طلع طري، ما عم يقرش. شو السبب؟ السبب إنك أنت اشتغلتي بالعجينة مباشرة. لما بنعجن عجينة البتيفور لازم توضع في الثلاجة ما لا يقل عن ساعتين لحتى الدبدة اللي عجناها في العجينة ترجع تشد وتمسك حالها. إذا عملية التحضير الأولى لازم يكون في المرحلة الأولى العجين في داخل الثلاجة. مازن صباحك عسل يا مازن، أهلا وسهلا فيك. حنان حسونة وأم جواد، صباحك ورد يا أم جواد. أم عبد الله أهلا وسهلا فيكم. وهدى كريشان صباح الفل، بدي أسأل كيف بدنا نميز الزيت الخفيف عن الزيت اللي فيه رغوة؟ أنواع الزيت تختلف صديقتي في السوق، في عنا زيت الكانولا، في عنا زيت دوار الشمس، في عنا زيت ذرة. حافظي على اختيار نوعية منيحة عشان تزبط معك. في شيف عندك شو بدك؟ ست موجود؟ لا كل شيء تمام، تفكير معالق موجود براحتك. طيب شو سؤال إنه المكدوس مش راضي يستوي، شو السبب؟ ما هو واحدة من الاثنين، يا إما ملحه قليل تمام، يا أما المكدوس مش سالقتي منيح. فإحنا حكينا نفحص المكدوس من خلال طبعة الأصبع، لما بتسلقيه بتحطي أصبعك عليه بتضغطي، إذا طبع معناته وضعه تمام. تابعي بكرة رح نرجع ننوه على بعض من التفاصيل مع اللي هي المخلل. هذا شيف أنت بتحبي المكدوس أنا بعرف. طيب إحنا بكرة بدنا نعمل نفس طريقة المكدوس، بس رح نخلله بمي، مي ومال. مخلل باذنجان هاي كتير زاكي، بس كتير زاكي. وحشوة المكدوس، حشوة المكدوس كمان خليها كتير زاكي. هلأ الناس بتعمل باذنجان مكدوس بزيد عندهم حشوة، هاي الحشوة يعملوها مخلل كتير زاكي. يكبسوها الفلفل هذا، يكبسوه، يعني ما أقولكيش على الأكل، حتى مع لبن حد الأكل، أي شيء أي شيء أنا بحط مكدوس. إن شاء الله بالهنا والعافية يا رب. طيب معنا ملاك العدوان، صباحكم ورد ما شاء الله، إشي بشهي شهيتونا معاكم. محمد المساعي شيف بسألك، هل يجوز إنها تضل بالثلاجة أسبوع؟ لا
لا خلص هذا دجاج ني، ديروا بالكم، وفي جبنة كمان، فإحنا ماكسيمم ثلاث أيام يعني. نعم، محمد الجندي اعملي لنا مسخن، عملنا يا محمد شكلك بتحبه. أم حمزة الجغبير صباحكم ورد، ومريم حسين، وأم زيد، أمينة الحناحنة، أيمن العمامري، لحويطات، بالإضافة إلى هشوم الغلا، أم هاشم. شوف بدك تسوي إشي تاني، أنا بساعدك. أنا رح أساوي خليط معها شوية سلطة. يلا شكرا لك. هلا هو ما بعت لي الوصفه وما جهزت الوصفه، بس هو هيك حب يكرمني هيك شوي ديكور مع الدجاج. يلا ديكور مع الدجاج يعني. بتمون. المهم انه صحوننا عجبتك. جن بسم الله عليكم. الله يخليك. تمام. شوف انا طيب هلا ايش بدنا نعمل؟ ميكس لاتوس الخس المشكل، الوانه حلوه وكذا، وبيعطي منظر على الصحن كتير حلو. نعم. وبنفس الوقت كمان طعمه زاكي. أيوة. يعني منظره على الصحن هيك بيعطي الوان الصحن تبعنا وهيك. وطعمه على الاكل يعني كمان يعني له لذته. ورق حميض، ورق الحميض والخس هذا، ورق الفجل بيجي معاها. ايوه بالضبط، هذا بيكون ميكس. وبنفس الوقت ورق الفجل كتير مفيد بكارفور فيه. وورق الفجل كتير مفيد. نعم. بلش الدجاج ياخذ عندنا لونه. وين بدك احط لك اياهم؟ بلش الدجاج ياخذ عندنا لون، بدنا نجيب بس الطبق عشان نسكب عليه. يلا سيدي وين اكون انا جهزت؟ احط لك اياهم هيك السلطه الحدي. هلا انا بحط على السلطه، راح احط لها معلقه خل بلسمك. نعم. مش راح احط لها سكر ولا اي شيء ولا ملح. بلسمك حكينا هو خل عنب. خل بلسمك. نعم. تمام. وراح اضيف عليها مربى التين. ايوه شو هذا؟ هذا مربى التين. تمام. مع خل البلسمك، بس حطيت خل البلسمك ومربى التين مع الخس. نعم. تمام. نعم تمام. ناخذ صحن. يلا حنقلب الدجاج. شايفين لونه كتير حلو. أنا بدي أحرك. البانكو كتير بيساعد بهذا اللون، ديروا بالكم، وكتير رخيص سعره، مناسب بالأسواق، مش غالي أبدا زي سعر أي نوع أرشلنا. هلأ كل حدا بقول إنه مربى نحط على خس وهيكي، بس أنا بتمنى إنه يجربوها ورح تعجبهم كتير. يعني مربى التين مع الخس كتير ولا زاكي. ملح ولا ملح ولا أي شيء. ملوحة شوي الخل. سويت رح تيجي شوي حلوة معانا من وراء المربى. تمام. ما يكون الصحن صغير. ها بدك إشي أكبر؟ بدنا إشي أكبر. طيب يعني رح نستنى على الدجاج ياخد كمان لون. وهلأ هلأ لونه صار كتير حلو الدجاج من جوا. نورجيه. هلأ الدجاج نفسه مو يعني الدجاج نفسه الزيت مو حامي كتير. نعم. ويعني ما مش ماخد لون حتى من جوا، لسه بدها شوي عشان تكون إيش مستوية. طبعا بده كمان السلطة عنا جاهزة. هاي سلطة كتير بتتاكل مع الدجاج، كتير زاكي مع الدجاج. طبعا احنا هيك اعتمدنا على ملوحه اللي هو خل البلسمك فقط. هلا اوريدي خل البلسمك مو مالح كثير، وهي بتيجي سويت شنو عليها مربى التين. نعم. يعني مش راح تكون عندنا مالحه كثير. شوف لي هالصحن بالله راح يعجبك. الله. لعبتك الصحن. الله. مزوق قبل الصحون. والله تلاميذكم شو. لا. ما شاء الله عليك. الله يخليك. هلا انا بدي احط السلطه على نفس الصحن اللي راح احط فيه الدجاج. نعم. يا سلام. هلا شوفي منظر التين شنو في التطلي المعمول مربى التين مع الخس. التطلي ايوه التطلي. طلع منظرها هيك بيعطي على لمعه. هاي العيون. هلا هي غريبه شوي وطعمها فيه سويت، هي طعمها زاكي راح يكون يعني. تمام. يا هاي الدجاج كمان صار جاهز. تفضل عنا. سلم ايديك وعينيك يا رب. وهي الدجاج عنا واخذنا وقتك طبعا شيف. هاي جاهز لونه، اللون اللي بدنا اياه الذهبي. تمام. يا عيني انتوا شوف كيف بتبيعوها، بالحبه ولا بالكيلو ولا شو الوضع؟ احنا بنبيعها عندنا بنبيعها باربع حبات بيجيك الصحن. حباتها كبيره هيك. مزبوط. هلا هي بتعتبر ابيتايزر مش مين كورس، يعني طبق رئيسي يعني حد الاكله يعني كيف حد المساكه. والله هاي حبه منها غير شكل. لا طيب. نحن مش عاملين دايت هلا اليوم، ما تعملوا دايت. طيب احنا اليوم كثير مبسوطين شيف بوجودك معنا، يعني اسعدتنا واشرقت وانورت. شكرا على وقتك الثمين اللي اعطيتنا. شكرا لكم، وانا سعيد كمان بلقائكم، وبشكر التلفزيون كلمة لك هي مره ثانيه على استضافتي لهذا البرنامج، واداره يوم جديد والتيم الموجود بيوم جديد اللي كلهم بجننوا ما شاء الله عليهم، وانا سعيد كثير عشان اليوم انضميت معهم يعني. ومره ثانيه شكرا للتلفزيون الاردني على استضافتي عندهم. لمين بدك توجه تحيه كمان؟
زوجتك لكل لزوجتي لأولادي. هاي بابا فيني. الله يسعدك شيف، وإن شاء الله دوام التألق والنجاح أمامك. شكرا على وجودك معنا، فخورين كتير إحنا في أبناء الوطن اللي دائما هم على قدر كبير من المسؤولية لتنمية قطاع السياحة وقطاع المطاعم اللي إحنا دائما بحاجة إليه، لأنه هو جزء من اقتصاد هذه طبعاً. الدولة الكريمة. نعم، فأهلا وسهلا بالشيف رؤوف قدماني، وتحياتي لكل الشيفات اللي طلعوا من تحت إيد هالرجل العلامة. إحنا بنتشرف فيكم جميعا، وكل مؤسسات الدولة وأولهم مؤسسة الإذاعة والتلفزيون فاتحة أبوابها لكل الطاقات الشبابية، شباب وبنات، وهذا المطبخ مطبخكم وأبوابنا مفتوحة للجميع. شكرا على طيب المتابعة وكلمات الإطراء على مواقع التواصل الاجتماعي. انتظرونا غدا بطريق التفريز على الزعتر الأخضر لمدة عام كامل بدون ولا نقطة سواد عليه، إن شاء الله بضل معاكي أخضر تفريز، وفي كمان طريقة بالإضافة إلى مخلل الباذنجان. ألاقيكم غدا إن شاء الله، واترككم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.